في المواقف تعرف الدول. قد يكون من المشحف المقارنة بين لاعبين إقليميين فاعلين لديهم تصميم على أن يكون مكانهم دائماً محفوظاً في نادي الكبار، ونظام عربي رسمي مترهل فاشل عاجز حتى عن الخروج بموقف واحد تجاه قضيته الأم، فكيف بالحري تجاه قضايا شعوبه؟ كما في البشر كذلك في الدول، إذا لم تحترم نفسك لن يحترمك أحد. هي أنظمة عربية لا تحترم شعوبها ولا ثرواتها ولا تاريخها، أنظمة توزع شهادات الكرامة شعرا وخطبا ولا تجيدها في التطبيق، أنظمة لا تحترم أرضها وكرامتها وتستجدي الشرعية والحماية من الخارج مهرولة نحو الاستسلام، فكيف لها أن توزع الاتهامات وتجد من يأخذها على محمل من الجد؟ كيف وهي لم ترتقي حتى إلى مصاف النظام بما يعنيه من لحمة وخطوط حمراء؟ فنحن أمام دول عربية متناثرة ضائعة لا تجمعها السياسة ولا الاقتصاد ولا النقد ولا حتى الأغنية، عاجزة عن الاتحاد في تكتل يحمل مشروعاً من شأنه أن يحولها رقماً صعباً في المنطقة. تراها هنا فاسدة تعاني التخمة وبطون شعوبها خاوية، وهناك تحمل ذهبها من نفط ومال وتضعه على عتبات الغرب الذي يلحقها بحاشيته التابعة، وهل للحاشية أن تطلب الاحترام؟ وفي الحالتين إسرائيل مستفيدة، فمن يتبع ينال جائزة التطبيع ورضا واشنطن، ومن يرفع رأسه رافضا تشن عليه حروب لا تنتهي من حصار وعقوبات وشيطنة. عندما تتوقف إيران وتركيا عند اتهامات الجامعة العربية المعنى واضح، فالدول تتخاطب وفقا لهيبة كل منها، هي تعرف تماماً من يستأهل التعليق على اتهاماته ومن لا يستحق حتى الرد عليها، وهنا القعر الذي وصل إليه النظام الرسمي العربي.